هلا والله بالشباب، السلام عليكم. اخوكم ايمن على ديسترو سكيلز، فيديو جديد من سايبر بانك 2077. لسه متابعين تحصيل الليجنداري، هنحاول نحصل كل القطع الليجنداري اللي ممكن نقدر نشوفها لحد دلوقتي في اللعبة. واكيد النهاردة جبت لكم قطع ليجنداري، بس المرة دي مش قطعة واحدة او اتنين، دول فول سات 4 قطع متشوز لحد الماسك. كل القطع دي الاهم من ده كله انها فري، يعني انت بس لازم تعمل لك لفة كده في الخريطة، هوريك اللوكيشن فين، وتروح تجمع قطعك الليجنداري. قطعة ممتازة، هتنال ان شاء الله اعجابكم. فقبل ما نكمل، ما تنسوش تضغطوا على زرار لايك وتفعيل الجرس، واللي ما عملش سبسكرايب يعمل، ويلا بينا. فاحنا هناخد الطريق الصحراوي عشان نجيب اول قطعة من الليجنداري اللي هي الماسك، لحد ما نوصل للسيارة اللي شايفينها قدامكم. هتلاقوا في جثة جنب السيارة المحروقة دي، اكيد هوريكم اللوكيشن بعد شوية بالظبط بتاع السيارة. هتلاقوا في رسالة، الرسالة دي لما تفتحها هتفتح لك ميشن، الميشن اسمها شحنة من الأعلى. الشحنة دي من الأعلى هي اللي هتاخدك للقطعة الليجنداري، فناخد بالنا. مش القطعة مش موجودة هنا، بس عشان تلاقي القطعة لازمك تروح للسيد الشخص اللي ميت في الأرض ده وتقرأ الرسالة دي. الرسالة والسيد هتلاقوهم في المنطقة دي بالظبط، ودلوقتي هي دي الميشن بتاعنا، مش بعيدة قوي على المكان زي ما شايفين الخط الأصفر هنروح له. بس هو ده المكان، الطريق الصحراوي اللي موجود هنا، هنروح منه هو على طول على الميشن، ونحصل القطعة الليجنداري زي ما انتوا شايفين دلوقتي الشخص الميت موجود في الأرض. فننطلق ونجيب القطعة الليجنداري الأولى في فيديو النهاردة. فاحنا هنتبع الميشن ونروح للمكان اللي فيه اللوكيشن الميشن زي شايفين من دلوقتي. قبل ما اوصل المكان بين القطعة الليجنداري باللون الاورنج المميز، بتوصل هنا هتلاقي قطعتين مش قطعة واحدة، بس القطعتين هما نفس الحاجة، هما ماسك بيتلبس على العين على شكل النظارات. كل واحد فيهم بليفل اقل من التاني، كل واحد فيهم بمميزات مختلفة عن التاني. الماسك الأولاني هتشوفوه دلوقتي 9.7 درع، والتاني 16.7. ففي واحد مخصص للكومباكت، في واحد مخصص تقريبا لاستعماله تحت المية أو حاجة، عشان طالب، عشان بيديك أكسجين أو حاجة من دول. شلتلكم الخوذة عشان تشوفوا الشكل كويس بتاعه هيبقى عامل ازاي، شكل مميز جميل صراحة بتاع الماسك ده او النظارات، شكلها ممتاز. وزي ما تشوفوا في اتنين عندك دلوقتي في الخزينة، انت تختار اللينز اللي مناسب ليك. وطبعا في واحدة منهم بتعمل ضرر اضافي 5% على الانمي الاعلى، و5% على الانمي المتوسط. يعني انت لما تروح، قبل ما تروح على المشنات اللي في الشارع، هتلاقي الليفل بتاع المشن متوسط او عالي، فانت لو رحت هناك هتضاف لك 5% دمج من الدمج بتاعك على الانمي الموجودين في المشنات دي. يعني الماسك او الماسك ده خلينا نقول بيعلي لك الدمج، عشان في اغلب الحالات هتلاقي نفسك في وضعية زي كده، انك رايح لمشنات اعلى او متوسط منك. برضو زي ما انتم شايفين دلوقتي هو ده الشكل بتاع الماسك، شكله جميل رائع. الحاجة اللي هتاخد بالكم منها انه السات دي كلها سات متكاملة، يعني نفس الـ الايتم اللي هو مخترقي الشبكة او تقنيي الشبكة هما اللي بيلبسوا اللبس ده. فاللبس كله اللي هتشوفوه وتاخدوه معانا دلوقتي هو جاي من ست واحدة اللي هي الست بتاع تقنية الشبكة، فالتكتيكال بتاع النتورك. فخلينا نروح، ما نطولش عليكم اكتر، نروح للقطعة التانية. القطعة التانية هنروح للمكان الموجود هنا زي ما انتوا شايفين، الخزانات المدورة دي اللي على شكل كورة. هنروح للمنطقة دي في الخريطة، المكان موجود اهو هنا بالظبط.
لما انت تقف من الناحية التانية بتاع الطريق هتلاقي الخزان على ايدك الشمال، عشان هما في كذا خزان. المكان سهل، ما اعتقدش تابعوا انا فين في الخريطة وتروحوا هناك، اكيد سهل انكم تلاقيه عشان خزانات كبيرة. هتلاقي 3 أو 4 خزانات على اليمين اللي انتوا شايفينها، الاربعة دول. احنا مش رايحين لدول، هنروح للاتنين اللي على الشمال، وبالاخص اول واحد في على الشمال ده. فانت هتاخد الطريق ده وتروح تطلع عند الخزانات دول. فاول ما هنوصل فوق، نوصل عند الخزان زي ما شايفين، والخزان اللي في الكورنر هنا، هنطلع السلالم دي لحد ما نوصل لفوق خالص عند الخزان. وهناك نلاقي القطعة التانية بتاعنا من السات اللي هتشوفوها دلوقتي، اهي باينة قطعة ليجنداري عند جثة الشخص ده. القطعة هي عبارة عن سروال او بانت، البانت ده هو البانت اللي بندور عليه. ودي كده حصلنا تاني قطعة في السات دي زي ما انتوا شايفين هنا. هم خزانات، الاربع خزانات على يميني والخزان تاني على شمالي. المكان بعتقد انه واضح، نشيل وناخد البانت ده. البانت ده بيديك درع ليجنداري، مفيش مشن هنا بيطلبها عليك بعد ما تخلص البانت. دلوقتي البان ندخل للمخزون بتاعنا ونلبسه. البانت زي ما شايفين بيديك ضرر كويس، برضو التعديل اللي فيه هتلاقوه ليجنداري، او لو ما لقيتش ده ليجنداري ممكن تركبوا اي تعديل تاني من عندكم. بصراحة بانت كويس جدا، ضرر الضربات الحرجة بيزيد عندك، يعني لحد دلوقتي قطعتين بيعلوا الدمج بتاعك بطريقة ممتازة وكويسة. البند دلوقتي الصراحة لما تشوفه كده من غير الفول ست شكله مش ظريف قوي، بالاخص التشوز اللي انا لابسه عليه. فخلينا نجمع كل الست، وهتشوفوا انه الست بعد ما تجمعها وتلبس الست كاملة شكلها ممتاز ورائع. يلا بينا على القطعة الثالثة. القطعة الثالثة هنلاقيها هنا في الخريطة في المكان ده بالظبط. المكان ده في الخريطة هو اللي هياخدنا للايتم الثالث، او خلينا نقول القطعة الليجنداري الثالثة في الفيديو بتاع النهاردة. احنا هناخد الفاست ترافل دي. الفاست ترافل دي هنروح على طول للمبنى اللي عامل شكل بيراميد قدامكم ده، شايف؟ من الفاست ترافل انت ممكن تروح هناك على طول. هي دي المكان شارتر هيل، هو ده المدينة اللي انت لازم تروح لها. بعدين تنزل في الفاست ترافل دي وتجري كده على طول في خط مستقيم، هتلاقي البناية اللي على شكل بيراميد، الشكل بتاعها مميز جدا، فاكيد مش هتلاقوا صعوبة انكم تلاقوا المبنى ده. فزي ما قلت لكم هنمشي على طول من هنا. شايف اول ما تطلع من الفاست ترافل اول المبنى قدامك مقابلك، مبنى كبير ضخم وشكله كده مايل، فيه عامل زي شكل بيراميد. المهم المبنى هو ده اللي لازم نروح له. فاحنا اول ما هنوصل هنا عند المبنى ده، لو شايفين في الحتة اللي تحت المبنى على طول هتلاقوا زي فتحة كده، باب مفتوح اهو قدامكم هنا شايفينه. فتحة دي بتنزلك لمكان تحت الارض، هو ده المكان اللي هنلاقي فيه القطعة التالتة بتاع النهاردة. بعتقد انه المكان واضح، هننزل لتحت ونحصل القطعة الليجنداري بتاعنا. هنلاقي شوية ايتم تانيين هنا ممكن ناخدهم. القطعة التالتة هي عبارة عن تشوز، الحذاء بتاع تقني الشبكة النتورك تكنيكال، هم دول السات اللي بنجمع فيهم.
دلوقتي بعد ما تاخد كل الحاجات اللي موجودة هتلاقي الراجل ده ومعاه التشوز اللي حكينا عليه. التشوز ده بيديك زيادة الدرع بمقدر 18.171، فزيادة للدرع كويسة مش وحشة طبعا، بتعرف تطور فيه. بس هي دي كده حصلنا القطعة التالتة، الفتحة زي ما كنتوا شايفينها في الخريطة هنا بالظبط، وكده حصلنا القطعة التالتة، خليكم تشوفوها. طبعا التعديلات ممكن تحط اي تعديل انت بيناسبك، او من التعديلات التانية اللي معاك عشان ترفع قيمة التشوز اللي انت لابسه. زي ما شايفينه التشوز مع البانت شكلهم حلو جدا، شكلهم جامد جدا، الشكل بتاعهم رهيب. اكيد مع تجميع بقية الست الشكل هيتحسن بتاع الست ككل، وان شاء الله تعجبكم في الاخر. المهم حصلنا القطعة الثالثة، قعدت لنا آخر قطعة هنروح نجيبها دلوقتي. دلوقتي القطعة الأخيرة في الست بتاعنا هنلاقيها في المكان ده، شايفين الفاست ترافل دي هي اللي لازم نروح لها في منطقة الهايود. الهايود هتنزل هنا تحت خالص هتلاقي الفاست ترافل دي، انت ممكن تروح على طول للفاست ترافل دي، بعدين هننزل من الفاست ترافل على طول من الناحية دي، هتنزل يعني هتلاقي النزلة دي تنزلها وتروح لحد ما تبقى تحت الجسر اللي فوقك على طول. فانت هنمشي على طول لحد ما نوصل تقريبا للنقطة دي بالظبط، النقطة دي بالظبط او المدخل ده بالظبط، هو ده المكان اللي لازم توصله عشان تحصل القطعة الليجنداري اللي فاضلة. زي ما انتوا شايفين القطعة تقريبا هنا جاية تحت الجسر الرئيسي بالظبط، فاحنا هندخل الحتة دي المنطقة دي. زي ما انتوا شايفين في البيت ده، البيت ده هو اللي جواه القطعة. فهوريكم مرة تانية في الخريطة فين بالظبط. شايفين الفاست ترافل، هتمشي مع الفاست ترافل على طول لحد ما توصل هنا تحت الجسر الرئيسي وتدخل للمنطقة دي. وزي ما شفتوا البيت ده القصديري ده هنروح وراه، هتحاول تنط وتعدي هنا جوه السكراب ده والماتيريال المرمية في الأرض لحد ما تلاقي الفتحة الصغيرة دي وتنزل وتعدي منها، وبعدين تدخل جوه الكوخ هتلاقي هنا القطعة الليجنداري اللي فضلنا في حلقة النهاردة. دلوقتي القطعة دي هنلاقيها في التيشيرتات، يعني في الجزء العلوي من الجسم. القطعة دي بتتلبس، هي قطعة كاملة يعني بتتلبس على الجسم كله. القطعة زي ما انتوا شايفين شكلها بصراحة مميز جدا، شكلها رهيب. دي برضو قطعة تاكتيكال نتورك، يعني من الست بتاع عملاء الشبكة اللي احنا كنا بنجمع فيه. بصراحة تشكيلة كلها ليجنداري جامدة جدا. انا الصراحة هقول لكم انه في قطعة واحدة فاضلة اللي هي الجاكت من فوق، لحد دلوقتي ما لقيتهاش، اول ما الاقيها هنزلها لكم في فيديو عشان برضو تقدروا تجمعوها. هي دي الست بتاعنا بتاع النهاردة، وكده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ان شاء الله الفيديو عجبكم، اجروا وخدوا الست دي الليجنداري هتفيدكم جدا جدا. وطبعا لو في اي كومنت خلوها تحت، وما تنسوش تدعمونا بالسبسكرايب واللايك وتفعيل الجرس. كان معاكم اخوكم ايمن على ديسترو سكيلز. السلام عليكم.